السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد. فيديو النهاردة بنتكلم عن مسدس الرش اللي بيشتغل اسمه إزبريكس 2000. المسدس ده بيستخدم في رش الدهانات والبويات والكلام ده. مسدس معانا فيه مشكلة النهاردة، هنتعلم مع بعض ازاي نفكه وازاي نصلحه. دي البيانات بتاعته. زي ما انتوا شايفين كده، هو 45 واط، بيشتغل على كهرباء 220، والصناعة بتاعته نيوزيلندي. الماركة بتاعته إزبريكس 2000. تمام، هنشرح مع بعض مشكلته وازاي بيشتغل. تابعونا. زي ما انتوا شايفين كده، ده عبارة عن ترانس. هي فكرة عمله ان الترانس ده بياخد حركة ترددية، بياخد كهرباء 220، فبيعمل لي حركة ترددية في الجنب ده او في الضلع ده. الحركة الترددية دي بتعمل عمل البيستم، او بتشتغل ان هي بتحرك لي البيستم كده، فالبيستم اللي هنا بيعمل لي ضغط هواء جوه هنا، ونتيجة للضغط اللي بيحصل هنا فالسائل اللي جوه بيخرج من هنا، فبيخرج من هنا فبيطلع لي من الايه، من الدرين نوزل اللي موجود هنا. هنفكه مع بعض ونشرح ايه بيشتغل ازاي من جوه، ونشوف ايه مشكلته بالضبط. خليكم معايا، نجرب الكاميرا هنا شوية. طبعا زي ما انتم شايفين كده، هنا في بنزين هنا اهو، واحد اهو، واحد اهو، دول اللي مثبتين الايه، ترانسفورمر او ترانس. هنفك البنزين دول ونخرج الملف. ده الملف بتاعنا. طبعا واضح زي ما انتم شايفين كده ان البيستم او البند اللي هو بيعمل لي عملية الضغط في زي ما تقول كده بوهية قديمة. اقرب الكاميرا هنا عشان تجيب البوهية دي او الدهان اللي موجود ده، هو اللي كان عامل ايه، هو اللي عامل زي
يثبته مش يخليه يتحرك. شايفين كده؟ نخربه مع بعض اهو. ده البيستون بتاعنا والسبرنج دي موجودة، وظيفتها ان هي الملف ده بياخد كهرباء 220، والكهرباء دي بتعمل لي تيار دوامي بيحرك لي الدراع ده كده. الدراع ده كده لما بيتحرك بيضغط على البرنج او على البند ده، فبيخليه يديله حركة ترددية. وبالتالي طالما انا حصلت على حركة ترددية اقدر اعمل عملية انضغاط عن طريق البيستن ده. عملية الانضغاط بتتم ان البيستن ده بيسحب الهواء وبيضغطه هنا، اللي هي دي بتبقى الغرفة دي. الغرفة دي هي اللي بتطلع لي الهواء المضغوط. الهواء المضغوط اللي بيطلع من هنا او الكمبريز دير، او الكمبريز دير بيضغط لي هنا بيعمل لي اوفر بريشر هنا. الاوفر بريشر ده بيضغط على السائل يخليه يخرج من ايه، من النوزل. طيب دلوقتي احنا ايه، هننضف البيستم هنا، او هننضف البند اللي بيعمل لي عملية ايه، بيعمل عمل البيستم. هننضفه وهنجرب ونشوف مع بعض ايه النتيجة. خليكم معانا. هننضف دلوقتي البنز ده، تمام. احنا كده نضفنا البنج ده، هنركب السبرينج. طبعا نحاول على قد ما نقدر نخلي السبرينج راكبه والاكس ده او البنج ده في السنتر. تمام. وبعدين هنركب كده. انا ركبت البيستم او الدراع اللي بيعمل لي ايه، اوفر بريشر. دلوقتي هنركب الكويل. الكويل بيركب كده اهو. طبعا الدراع ده هو اللي بيعمل لي الحركة الترددية. نحاول نسحب لورا كده وبعدين نثبت. نركب البنز بتاعنا. تمام. طيب تعالى نجرب كده.
ده طبعا مفتاح او سويتش، ممكن اوصل الكهرباء كده مباشر، بس احنا عاملين مفتاح هنا. طيب ده وظيفته ايه؟ ده بيتحكم لي في الاستروك اللي بيمشيه، ايه اللي بيمشيه الدراع ده. طيب انا لما هركب ده كده، وكل ما هربط هتقل المسافه لايه بتاعه الانضغاط، فهيقل الايه الضغط او هيقل الكبس، معدل الضربات هيقل. كل ما انا هربط كده هقلل الاستروك. خدوا بالكم معايا كده، كل ما بربط الدراع بيدخل لجوه فبقلل الاستروك. كل ما بربط اهو كده انا قللته خالص، فمعنى كده ان هو مش هيضغط معايا كويس. اهو عليه كده الاستروك معايا. طيب تعال نجرب كده، هنركب السبرينج. طبعا هو كده معلوش اي ايه كنترول، او يعني ايه السوستة واخده وضعيتها. كده انا ضغطت شويه، هنوصل الكهرباء وهنجرب. شايفين؟ نقرب الكاميرا هنا عشان تبين الدراع ده. طبعا الحركة الترددية لما سريعة فاحنا ايه ما بنشوفهاش بعينينا. طيب انا هتأكد ازاي ان هو كده ابتدى يشتغل كويس، ابتدى يضغط، ان هنا ايه الفتحة دي هيخرج لي منها ايه ضغط. طبعا الضغط ده بسيط جدا، لا يتعدى نص بار، فبالتالي انا مش ايه مش هيكون ملحوظ بالنسبة لي كده بسهولة الفتحة دي. كده هو ابتدى يضغط، بس الضغط لما بسيط جدا، فانا يعني ايه احاول ان انا ابينه لكم. نحاول كده بالمنديل كده اللي هو ايه، نركب دي السبرينج ده. طبعا انا لما بضغط كده للاخر السبرينج ده كده ما بيخرجش معايا ايه، ما بيخرجش معايا ايه اللي هي الدهان اللي موجود. طيب انا لما بهوى عليه شويه بتبقى دي كده او كده، بتغير لي معدل الايه السبرينج اللي طالع من هنا. فكرته بسيطة خالص، سهلة جدا، بس استخداماته يعني مش كتيرة، مع يعني بيستخدموه اللي هم ايه بتوع الدعاية والإعلان، واللي بيعملوا أعمال دهانات بسيطة. نجمع المسامير
طبعا ده لازم نقفله كويس، لان هو لو ما اتقفلش هنا زي ما انتم شايفين التجويف ده هو اللي بيبات هنا، فبيعمل لي ايه؟ بيعمل لي بيحبس لي الهواء، ما بيخلوش ان هو يتسرب من هنا. الهواء لو اتسرب من هنا انا مش هلاقي اي ضغط يخرج لي من هنا، فبالتالي مش هيشتغل. يعني دي لازم تكون ايه؟ مربوطة كده بإحكام. هنوصل الكهرباء.